يلا تمن. مش عم بطلع بالزيقة، في مشكلة. يلا اليوم رح نحكي عن مجسم الكرة، رح نحكي عن حجم الكرة ومساحة سطحها. فرج معي. أثبت أرخميدس أن حجم الكرة يساوي 2 على 3 من حجم الأسطوانة، تمام؟ فرح يطلع حجم الكرة يساوي 2 على 3 ضرب حجم الأسطوانة اللي هو باي نون قاف تربيع ضرب عين، أوكي؟ هلأ الأسطوانة ارتفاعها رح يكون 2 ضرب نصف الكرة، هذه طريقة استنتاج القانون. آخر إش رح يطلع حجم الكرة هو عبارة عن 4 على 3 ضرب باي نون قاف تكعيب. طبعاً ليش ما في عين؟ لأن الكرة، تخيلوا معي مجسم الكرة، أوكي؟ هلأ أنتوا شايفين هاي الكرة؟ الكرة عبارة عن في جواتها نقطة اسمها مركز الكرة، تمام؟ هاي النقطة تبعد بعداً ثابتاً عن أي نقطة على الكرة. متخيلين المنظر؟ في نقطة بالنص، وين ما قست المسافة بينها وبين سطح الكرة رح يطلع بعد ثابت، هذا اسمه نصف قطر الكرة، تمام؟ عشان هيك ما فيش إيش اسمه ارتفاع وإيش اسمه نصف قطر كذا، فاختصروا كل المتغيرات بمتغير واحد اللي هو اسمه نصف القطر. اتفقنا؟ إذا قانون حجم الكرة 4 على 3 باي نون قاف تكعيب، 4 على 3 باي نون قاف تكعيب، هذا الوحيد المختلف بين كل المجسمات اللي تعلمناها. يلا إذا القانون إيش حكينا؟ 4 على 3 باي نون قاف تكعيب، تمام يا تامن؟ أوكي يلا مين حل معي هذا السؤال؟ آه يا جود. أوكي بجرب أحل. يلا جربي. أوكي، كرة طول نصف قطرها 6 سنتيمتر، جد حجمها؟ تمام. نصف قطرها قانون... نصف قطرها كم يا جود؟ 6. يلا عوضي. حجم يساوي 4 2 على 3 ضرب 4 ضرب نون قاف باي نون قاف تربيع. طيب نون قاف تكعيب مش تربيع. تكعيب، نسيت المقام الجديد. يعني 4 تكعيب نون قاف، يعني 6 تكعيب. 6 تكعيب، تمام. يلا يعني 4 على 3 ضرب باي ضرب 6 في 6 في 6، صح؟ ليش عملت هيك؟ عشان اختصر هاي مع هاي. 3 مع 6 بالضبط، فبصير عندي 36 ضرب 8. طيب بس الأربعة ما بتختصر باثنين ولا عشان هي فوق؟ لا بسط. لا طبعا. تمام، 8 في 6 كم؟ 2 48. 8 في 3 24 و 4 28 باي، طلع الجواب 288 باي. تمام. بس وانا ماني فاهمه ليه يعني القانون كتير، بس حاولت احل اذا افهمه لنا. ايش القانون ما فهمتي؟ حفظ هذا القانون. بس انه يعني ماني فاهمه ليه استعملت الاسطوانه من ان انسي هذا الموضوع. استنتاج القانون انا ما بدي اياه، اوكي؟ بس انا بدي اياكي تعرفي انه طلعوا القانون تبع الكرة من الأسطوانة،
وبعدين فرجوك كيف الارتفاع تبع الاسطوانه يمثل 2 ضرب نصف القطر، فصار عندي شو اسمه، استبدلت الارتفاع بنصف القطر. بس انا هذا الحكي كله ياته ما بهمني، انا بهمني انه تحفظ هذا القانون. يعني بس لازم احفظه واطبق. بالضبط. تمام. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. جد طول قطر كرة حجمها 500 على 3 باي. يلا بدي نصف، بدي قطر، بدي طول قطر كرة حجمها 500 على 3 باي. يلا يلا زينة. هلا 500 على 3. لحظة دقيقة، 4 على 3 باي من وقفتك يعني. لازم نكتب القانون عشان نعرف نشتغل. يلا 500 على 3 باي بتساوي 4 على 3 ضرب باي نون قاف تكعيب. ممتاز. خلينا أول إشي نتخلص من الأشياء اللي بقدر أختصرها. تمام. هلا لو ضربت الطرفين بباي على 3 ب3 على باي شو بيصير؟ لا بروح هون عندي 500 على 3 باي ضرب 3 على باي صح؟ يساوي 4 على 3 باي نون قاف تكعيب ضرب 3 على باي. بدي أوضح بالتفصيل يا زينة. أوكي؟ إحنا بنقدر نعملها على السريع بس أنا بدي أوضح بالتفصيل. يلا هاي بتروح مع هاي، هون 3 تروح مع 3 وباي تروح مع باي، باي مع باي 3 مع 3 بضل لي 500 بتساوي 4 نون قاف تكعيب. شو بسوي بالأربعة؟ نشيلها نتقسم عليها. يلا 500 تقسيم 4 كم؟ 125. 5 تقسيم 4 1 بضل 1، 10 تقسيم 4 2 بضل 2، 20 تقسيم 4 5 يعني 105 20 تساوي نون قاف تكعيب. طيب إذا نون قاف تكعيب 125، نون قاف كم؟ نجيب جد التكعيبي. جد التكعيبي، برافو عليك يا زينة. بحط موجب سالب. بس موجب صح؟ بس موجب. هلأ التكعيبي ما بنحط أصلا موجب سالب. ما بفرق لأنه إذا سالب دائما بطلع سالب. أيوة نون قاف رح يطلع 5. ممتاز. تمام. هلأ طلب القطر، القطر رح يطلع إيش؟ 10 لأنه بنضربه باثنين، لأنه نصف القطر 5 فالقطر 10. تمام؟ هلأ هنا مو مكتوب القطر بس خلاص أنتوا بتعرفوا أنه القطر يساوي 10. تمام؟ هلأ شوفوا هون لاستنتاج قانون مساحة سطح الكرة نقوم بتنفيذ النشاط التالي. أوكي؟ شو الفكرة؟ الفكرة أنه لو أسأل بس أشوف إذا في حدا عنده أسئلة قبل. جود بس مو سؤال، بس تقدري هذا تحطي على هاي الورقة اللي كنت تحلي عليها بس دي أخذ سكرين شوت عشان هي تقص. طيب. طيب بس دقيقة. ليما بس كنت أسألك أنا ما فهمت كتير من جود 11 الإيش؟ 3-11 مو 11 عباي عباي. أوكي تمام. جود كمان شوي بس استنتج هون هاي الورقة موجودة برجع لها. هلا شوفوا هنا الفكرة انه لما شو اسمه قشرنا هاي البرتقالة وحطي مساحة السطح معناها القشرة صح، وقسم وقطعت القشرة اوكي رح تغطي 4 دوائر من الدائرة هاي اللي بالوسط تبعت الكرة. تمام. فلما غطينا 4 دوائر معناه مساحة السطح تساوي 4 من مساحة الدائرة. تمام. فهي 4 من باي من قاف تربيع. فمساحة سطح الكرة يعني لو أنا بدي ألف كرة هدية رح يكون مساحة السطح 4 باي من قاف تربيع. يلا هلأ في مساحة جانبية ومساحة كلية للكرة؟ حدا بقدر يحكي لي إذا في مساحة جانبية ومساحة كلية للكرة؟
طاهر. لا عشان ما يعني كرة ما إلها زوايا. لأنه ما في إيش اسمها؟ أوجه قاعدة. ما في قواعد أصلاً، هي بس مساحة جانبية، ما في مساحة جانبية زائد مساحة القواعد أو القاعدتين أو القاعدة حسب عددهم، ما في قاعدة للكرة، فعشان هيك ما في إيش مساحة كلية ومساحة جانبية. تمام؟ يلا نرجع لهون. جد المساحة مساحة سطح كرة طول نصف قطرها 7. يلا مساحة سطح اتفقنا إنها بتساوي 4 باي نون قاف تربيع. تمام؟ يلا طول قطرها 7. يلا يا نورة. وين السؤال؟ يلا هاي السؤال. السؤال جدي مساحة سطح كرة، أوكي، مساحة سطح كرة نصف قطرها 7. بدنا نضربها على 2. أي قصدك نربعها؟ من هذا اللي هو القانون. أيوة، مساحة السطح تساوي 4 باي ضرب إيش؟ نصف نون قاف. نون قاف كم عندي؟ 7. 7 تربيع يعني كم؟ 9 و40. 4 في 9 كم؟ 6 36. 4 في 4 16. 17 18 19 يعني 196 باي. تمام؟ هلا هذا السؤال بدي اعوض باي فيه 22 على 7 لسبب. شوفوا معي، قبل ما اضرب بقدر كنت اختصر 4 ضرب 22 على 7 ضرب 49 على 7 1 وعلى 7 7. تمام؟ بيطلع الجواب كم؟ 4 في 22 88 ضرب 7. 7 في 8 كم؟ 56. و5 كم؟ 56 و5 61، فبيطلع الجواب 616. تمام؟ ممتاز. يلا يا نورة. أنا مش فاهمة ليش أنت استخدمتي 22 و... هلا هاي باي ممكن تساوي 22 على 7، ممكن تساوي 3.14، ممكن أتركها زي ما هي، أوكي؟ هلا كيف بقرر؟ إذا الإجابات ما كان فيها باي فأنا مضطرة أعوضها، مش هو دوائر رح يكون؟ هلا اذا الاجابات كانوا هيك 616 700 ومش عارف قد ايه كذا، ما في باي، فانا لازم اعوضها قيمه. طبعا ليش اخترت هاي؟ لانه 49 تقبل تقسم على 7، عشان هيك اخترتها. اوكي. تمام. اي سلمى، بس ما فهمت ايش اللي حكيتيه قبل شوي. عوضت 22 على 7 بس. أوكي. الفرق فصار عندي 4 في 22 على 7 في 49، اختصرت 7 مع 49، ضل عندي 88 ضرب 7. 88 ضرب 7 616. طب ليش عوضتي؟ لانه ال 49 تقبل تقسم على 7 يا سلمى. اوكي. اولا، وثانيا لانه الجواب ما فيه باي فاكيد انا بدي اعوض، مش هو انا شفت الجواب، مش انا عندي اجابات بيكون بالاخير إجابة ما فيها باي، فأنا لازم شو أسوي؟ أعوضها. تمام؟ طاهر؟ لا كنت بدي أحل. طيب يلا حلي معي هذا. طيب، زد مساحة سطح كرة طول نصف قطرها 20 سنتيمتر. يلا نقاب بيساوي 20. تمام؟ يلا هلا 4 ضرب باي ضرب نون قاف تربيع. تمام. بحط 4 ضرب باي ضرب نون قاف تربيع. 120 تربيع.
أربعة ضرب باي ضرب 20 تربيع. برضو هذا السؤال شوفوا الإجابة ما فيها باي، فبدي أضطر أعوض، بس ما رح أعوض 22 على 7. ليش؟ عشان ما في إشي نختصرها، عشان ما في إشي أختصر، فش رح أعوضها؟ 3.14 ضرب 0 و4. ممتاز. أول إشي بفكر فيه إنه هدول الصفرين روحوا الفاصلة، صح؟ فصار عندي زي كأنه 4 × 314 × 4، 4 × 314 × 4. يلا أضرب. لا 16 × 4. الأسهل إنه أضرب 4 في هاي بعدين أرجع أضرب 4 في هاي، الأسهل عشان ما أضطر أضرب على جنب. تمام؟ أوكي. 6 باليد واحد 16 × 1 = 5، 4 × 3 = 12 × 4. يلا أضربي. 18 4 × 6 = 24، 4 × 5 = 22، 4 × 2 = 10، 10 و4 ربع. لك لا 5 4 و1 5. ماشي تمام. فبطلع الجواب كم؟ 5024. وقعنا في الفخ يا لين أنا وياك. احذري ليش؟ لأنه مش نصف قطر، قطر نصف القطر كم؟ 10. فهاي 10 100، فهاي ما رح نضرب بهاي الأربعة خلص، فهيطلع الجواب 1256. وقعنا في الفخ. أي زودي، بس ما يفهم كيف بالمية اللي هلا جديد حطتوها، إنه كيف روحت الصفرين الفاصلة؟ مش هايزك إنك بتضربي بمية، والمية شو بتعمل الصف الأصفار شو بتعمل بالفاصلة؟ بتحركها لليمين، صح؟ بلى. حركتها فصارت 314. طب لما كانت هي يعني 400 طبعا عادي 4 × 100، فالأربعة بتضل، المية بتحرك الأصفار. ما هو بالنسبة لي باين زي كأنه قسمتوها على 400 أو شيء. لا لا، إحنا الضرب هو اللي بيحرك الفاصلة لليمين يا جود. القسم ما بتحرك لليمين. أوكي. هاي زينة. بس عادي ترجع شوي على الباوربوينت اللي قبل، لأنه شوف السؤال شوي. هي. هي نصف قطر. هاي نصف قطر. لأنه أنا فكرت شفت إيش. يعني إحنا ما وقعنا في الفخ هو. الجواب. طيب. خلص. اسمعوا هاي هذا السؤال الكلمة نصف اشطبوها، أوكي؟ يعني هاي حل إذا كانت نصف قطر قطر، وهي حل إذا كانت قطر. تمام؟ أوكي. يعني إحنا ما وقعنا في الفخ، هو محلول خطأ الباوربوينت، مش مشكلة. تمام. سلمى. أمس. قولي لي بدك إشي؟ طب لا يعني إيش قولي لي؟ مش عارفة، بس إنه يعني هلا أنت بتقولي الجواب الأخير، أنت كيف شايفة إنه يعني أنت بتقولي إنه الجواب الأخير ما في باي، بس أنت مش كيف عارفة إنه هذا يعني أنت عادي امتحانكم رح يكون دوائر يا سلمى. أوكي. بالسؤال هذا ما في جواب. أنا بقول لك هم يعتبروا هذه الأسئلة دوائر، هاي الإجابات ما فيها باي، فأنت مضطرة تعوضي. أوكي. يعني ما رح يكون بتوه سلمى. إذا كان نصف القطر بقبل يقسم على 7، حط 22 على 7، وإذا لا وما في باي حط 3 و14. أوكي. طيب ماشي. يلا نرجع للسؤال اللي بعده. يلا. كرة طول نصف قطرها 21 سنتيمتر، جد حجمها ومساحة سطحها. إذا نصف قطرها 21، بدي الحجم ومساحة السطح. يلا. عندي حل. يلا دانيا.
أمس. يلا شو أمس تسكن دانيا؟ مش عايز ترجع تحطي السؤال. هاي السؤال هيك بالضبط. كرة نصف قطرها 21، جدي حجمها؟ حجم يساوي 3 على 4 على 3. 4 على 3. بايد ننقص تكعيب. تكعيب، برافو. يلا 4 على 3. نخليها دلالة باي؟ لا خليها 22 على 7. ليش؟ لأنه نصف القطر بقبل يقسم على 7. واحد وعشرين تكعيب، يعني 21 في 21 في 21. أسهل صح؟ 21 بتروح مع 7. تمام، بضل 3 والثلاثة بتروح مع 3، بضل 4 ضرب 22 يعني 88 ضرب 21 هي 88 ضرب 21 88 0 16 17 بطلع 8 و6 كم؟ 14 7 1 8 يعني 1848. لحظة، 8 و6 14 7 8 1848. لا في شيء غلط هون. تمام يلا أنا رح أرجع أعدل هذا الPowerPoint أو أخلي مثلا أتعدله ونرجع ننزلكم إياه. صح؟ ضرب 21 بواحد وعشرين. في كمان ضرب 21. تمام، عشان هيك تمام. هلأ هون 8 4 8 1 بعدين 0 2 في 8 16 8 1 9 2 في 8 16 2 1 3 بطلع 8 4 6 10 18 هون 18 6 7 8. تمام يلا اوكي يلا مين تحل مساحة السطح؟ شكرا دانيا. يلا طاهر. اوكي 4 مساحة 4 فا باي ضرب نون قاف تربيع. تمام 4 ضرب 22 على 7 ضرب 21 ضرب 21. تمام 7 بتروح مع ال 21 بضل 3. تمام 7 وال 22 88 ضرب 88 ضرب 63 63 تمام 88 ضرب 63 كم بطلع؟ 3 ضرب 8 24 26 وصفر 6 في 8 48 4 52 بجمع مع بعض بطلع 4 4 5 5. صح؟ تمام ممتاز. يلا مين تحل معي هذا السؤال؟ جود سؤال؟ أنا لا بدي أحل. طيب استنى شوي. سارة سؤال؟ لا بدي أحل برضو. طيب حلي سارة. يلا أوكي، جد طول نصف قطر كرة حجمها 36 باي 36 تكعيب. تمام، إذن بدنا حجم كرة طول نصف حجم الكرة 36 باي وبدي نصف القطر تبعها. يلا أوكي بنحط القانون اللي هو الحجم يساوي 3 حجم يساوي 4 على 3 باي نون قاف تكعيب. تمام أوكي، على الحجم 36 باي 36 باي نروح باي عشان أسهل يكون ثانية ضرب نون قاف تكعيب. يلا
بنروح باي يعني نقسم الطرفين على باي، فبصير عندي 36 يساوي 4 3 نون قاف تكعيب. نضرب بالمقلوب. تمام، نضرب بثلاثة على أربعة. تمام، بتتروح الأربعة والستة وثلاثين، بيصير كم؟ تسعة. يعني نون قاف تكعيب بتساوي كم؟ تسعة. سبعة وعشرين تسعة ثلاثة. تمام؟ أوكي، لأنه راحت الأربعة مع التسعة ضل ثلاثة. نحط مع 36 أصدر 9 و 3. تمام؟ فنون قاف أيوة كم بطلع؟ بصير 3. نون قاف تساوي 3. برافو عليك. تمام أبو جاموس، أمورك تمام؟ مس بس أنا عندي سؤال. قولي. مس أنا مش عارفة أطلع نصف القطع، يعني صعب. ليش؟ نفس الخطوات. طب إيش بنعمل؟ شوفي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى بعوض بالقانون، أوكي؟ تعالي أنا وياك بنشتغل نفس السؤال. هلأ إحنا وصلنا لجملة اللي هي 36 باي يساوي 4 3 باي نون قاف تكعيب، تمام؟ لحد هون في مشكلين؟ لا. طيب أنا الهدف إني أخلص من اللي جنب نون قاف تكعيب، أوكي؟ يلا انت قولي لي شو بدي اسوي. اسهل اشي اخلص من اللي واضح انه لازم الباي، قسمت الطرفين على باي. ظل عندي 36 تساوي 4 3 نون قاف تكعيب. تكعيب بعدين كيف بدي اخلص من هاي؟ مو لازم أخلص منها مرة واحدة، إذا بدك أخلص منها على مرحلتين ما في مشكلة. نضرب الطرفين بثلاثة. طيب شو بيصير عندي؟ راحت الثلاثة مع الثلاثة ضل أربعة نون قاف تكعيب يساوي 36 في ثلاثة. ما بدي أضربها عشان بدي أختصر كمان شوي. طيب طيب هلأ كيف بسوي؟ هلا مس هاي اللي عند نون قاف تكعيب هاي أربعة. بقسم طبعا على أربعة هون. على أربعة. شو بيصير عندي نون قاف؟ يساوي تسعة. تسعة في ثلاثة. تسعة في ثلاثة. يعني كم؟ 27. 27. طيب إذا نون قاف تكعيب 27، نون قاف كم؟ مين العدد اللي تكعيبه 27؟ باخذ الجذر التكعيبي لل 27. فبطلع 3. تمام؟ وصلت؟ طيب يلا خلي حدا تاني يجرب. تمام يلا بالبي سي. يلا اقرأي بالبي سي انت والميوت تبعك. يلا أيوة أوكي كمان إياه. مها 256 على 3. لحظي أعطوني الحجم 256 على 3 والمطلوب. سمعوني أوكي أعطونا الحجم. مش سامع ولا إيش. أعطونا يا زين الحجم 256 على 3 وطلبوا مساحة السطح. نحط القانون. يعني طيب أنا كيف بقدر أطلع مساحة السطح؟ مساحة السطح لها قانون، بس إذا هو عكسنا الحجم كيف بدنا نعمل؟ استنى ما بدي أقولك. خلينا نفكر زينا مع بعض. مساحة السطح محتاجة نصف القطر صح عشان أقدر أطبقها. طيب من وين رح أجيب نصف القطر؟ من الحجم. من الحجم. تمام. الحجم. أوكي. يلا شغلي معنا. طيب هلا أول شيء رح نحط قانون الحجم إذا هيك. تمام. حجم الكرة يساوي 4 على 3 نون قاف باي. باي ممتاز. باي نون قاف تكعيب. تكعيب قصدي. تكعيب. طيب هلا أول شيء بس الحجم إحنا بنعرفه ليه ما حطيتيه؟
لا أنا بس حطيت القانون يا زينة، أنت قلتي لي حطي القانون، أنا بسمع الكلام. طيب هلا 250 3 تساوي 4 على 3 4 3 خلينا نعوض باي 22 على 7 مش معقول. يلا زينة معي انت؟ طيب في حد تاني بقدر يساعدني؟ يلا سلمى. بس انا لما بدي احل مثلا انا بقدر احل 3 على 4 تصير واحولها للجهة الثانية. مو فاهم. 4 على 3 قصدك؟ أربعة طبعا هاي بدك تضربي في 3 على 4 في 3 على 4 ماشي يلا. مش بتروح 3 مع 3؟ راحت 3 مع 3 نقسم 656 256 على 3 على 4 25 على 4 كم؟ 6 6 في 4 24 بضل 1 16 16 تقسيم 4 4 يعني 4 60 60 تساوي 22 على 7 2 قاف تكعيب. بعدين بعدين برضو 22 على 7 بالمقلوب بضرب ب 7 على 22 في 7 على 22 تمام. هلا في اشي ب 64 بتروح مع 22؟ ايه بس على 2 على 2 2 و 2 كم؟ 32 ايه قصدي 11 هنا وهنا 32 تمام؟ اوكي يلا هلا بدنا نضرب ال 32 ب 7 اوكي 7 في 2 14 7 في 3 21 22 7 في 3 21 و 22 على 11 تمام. طيب هلا شوفوا هنا هلا احنا الاسئله اللي راح نسالكم اياها ما راح يكون فيها تقريب بس لاحظوا هون السؤال قربها ال 224 تقسيم 11 تقريبا 20 اوكي فبس اخذ جذر تكعيب للطرفين بيطلع الجواب تقريبا 4.5 بس احنا ما راح نقرب وعد اوكي يعني احنا ما الاسئله اللي راح اسالكم اياها ما راح يكون فيها تقريب اوكي لنفترض انه طلع نصف القطر 4.5 اوكي شو راح نعمل هنا راح نعوض بقانون مساحه السطح اوكي شو راح يطلع معي 4 ضرب ن ق تربيع ضرب باي يعني 4 ضرب 4.5 تربيع ضرب 3.14 وصلت اوكي اوكي ما في... ايش مالك ما في تكمله للسؤال ما في لا هي هي تكمل السؤال شايفه انت انا عارض الشاشه يا سلمى اوكي 4 ضرب 4.5 تربيع ضرب 3.14 بيطلع هذا الجواب اوكي اوكي ماشي تمام احنا هيك بنكون خلصنا مادتنا جاي عبالي انا وياكم بس نكتب مع بعض كل القوانين ورا بعض اوكي عشان نعرف بس بدنا اياها نلاقيها اوكي يلا نبدا مع بعض انا رح اسال عشوائي وانتوا تجاوبوني اوكي يلا اول مجسم اخذناه شو هو يا لين طاهر المنشور منشور شو أخذنا للمنشور حجم والمساحة أول إشي أخذنا حجمه ومساحة الجانبية والمساحة الكلية صح؟ يلا حجم أحكي لي يلا أحكي لي بس دقيقة خلينا أمسك الألم يلا قولي لي حجم حجم المنشور بيساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع حجم المنشور يساوي مساحة
القاعدة ضرب الارتفاع. ممتاز. طيب حسب شو هي القاعدة؟ يعني إذا كانت القاعدة مربعة فرح يكون إيش؟ ضلع تربيع. مساحة القاعدة ضلع تربيع. وإذا كانت مثلثة نصف القاعدة في الارتفاع. وإذا كانت خماسية بحط مساحة الخماسي. تمام؟ بس إحنا ما عندنا قانون مساحة الخماسي. تمام. يلا شو مساحة جانبية؟ محيط قاعدة ضرب الارتفاع. اللي هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. ممتاز. تمام شكرا لي. المجسم الثاني اللي أخذناه يا سلمى. سلمى أعطيني المساحة الكلية للمنشور. المساحة الجانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة يساوي مساحة جانبية زائد 2 ضرب مساحة القاعدة. ممتاز. هذا الجزء تبع المنشور. يلا سلمى شو المجسم الثاني اللي أخذناه؟ الأسطوانة. الأسطوانة شو كان حجمها؟ مساحة القاعدة ضرب الارتفاع نفس حجمها. الأسطوانة قوانينها بالضبط زي هدول، بس الفرق إن القاعدة تبعتها شو هي؟ دائرية. يلا مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. ممتاز. طيب شو مساحة القاعدة يا سلمى؟ مساحة القاعدة باي من قاف تربيع ضرب عين. ضرب عين. برافو عليك. تمام. يلا شكرا سلمى. يلا دانيا شو حجم شو مساحة الجانبية للأسطوانة؟ محيط القاعدة بالارتفاع يعني 2 القاف باي ضرب عين. محيط القاعدة ضرب الارتفاع ويساوي 2 نقاف باي عين. برافو عليكي. طيب المساحة الكلية يلا بشناق المساحة الكلية للأسطوانة. سارة عم بحط أميوت بس ما عم بزبط. يلا بشناق ليما. أوكي. المساحة الكلية للأسطوانة اللي هو محيط القاعدة زائد المساحة الجانبية. المساحة الجانبية هي زائد 2 ضرب نون قاف ضرب باي القاعدة اللي هي نون قاف تربيع باي. تمام. بعد الأسطوانة شو أخذنا؟ بعد الأسطوانة أخذنا المخروط. بعد الهرم. الأسطوانة أخذنا المخروط. تمام. المخروط شو كانت قوانينه؟ أول إشي حجم. احكي لي ما أحكي أول واحد الحجم. أوكي. بعدين أخذنا مساحة جانبية. بعدين أخذنا مساحة كلية. يلا. أوكي الحجم. تلت. ضرب 2 نون قاف تربيع لا نون قاف تربيع نون قاف تربيع باي عين. عين. تمام. أما المساحة الجانبية مساحة اللي الجانبية فيها الرسم اللي هي نصف القطر إيش كانت باي لام نون باي لام نون قاف نون قاف. تمام. وآخر إشي مساحة الكلية هي مساحة الجانبية جانبية زائد المساحة هاي لا زائد القاعدة مساحة القاعدة. ليش واحدة؟ لأن المخروط بس إلى قاعدة واحدة. تمام. هيك خلصنا المخروط. بدنا ننتقل للإيش للهرم. الهرم شو حجمه؟ يلا يا تولين. 1/3 مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. تلت مساحة القاعدة بغض النظر شو كان شكلها ضرب الارتفاع. طيب المساحة الجانبية اللي هي مجموع شو اسمه المساحة
شو قانونها؟ نص اللي هي شو اسمه نص ضرب محيط القاعدة ضرب الارتفاع. القاعدة ضرب الارتفاع. طب المساحة الكلية؟ المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة زائد مساحة القاعدة. آخر إيش اليوم أخذناه اللي هي الكرة. أحكي الكرة إلها حجم وإلها مساحة سطح. يلا تولين. أوكي، حجم الكرة اللي هو 4.3 باي نون قاف تكعيب. تمام. والمساحة السطح هو مساحة السطح 4 باي نون قاف تربيع. ممتازة. هيك بنكون خلصنا يا تامن. كل سنة وأنتم سالمين والله يعطيكم العافية ودرسوا كتير منيح للفاينلز موفقين. في حدا عنده أي إشي؟ آه زينة، بس هاي آخر حصة بناخدها؟ آه خلاص. أوكي أوكي. نورة مس مسيرة تورجيني هذا أول ورقة والمنشور. أوكي حاضر، هاي أول ورقة. تمام؟ شكراً. عفواً. دانيا مس، هلأ لما نأخذ الامتحانات نبدأ الامتحانات الفاينل ما حت يعني حتكفي المدة نص ساعة؟ لا بتكفي، لا تخافي. جوان مس عادي بحطي الورقة الثانية. هاي الورقة الثانية. شكراً. سلمى عفواً مس، أنا في سؤال صفحة 73 ما فهمته. طيب سؤال إيه؟ صفحة إيش؟ 73. أوكي طب أصبري يا سلمى، خليني أشوف إذا حدا عنده إشي هلأ على هلأ اللي أخذناه. وآخر إشي اللي بده يضل يسمع الإجابة يضل، واللي بده يطلع بيطلع. تمام؟ خلي كده إياه. زينة مس حتحطي لك كل الباوربوينتات والأشياء اللي أخذناها بالامتحان بفايل أو إشي بدكم؟ شاف إذا في هيك إشي، لأنه هم كاتبين إنه هيحطوا كل الفايلات ولا إشي هيك، إنه مسات عاملين هيك. أوكي أوكي بشوف وين الإشي، يعني هذا الإشي رح يصير وعادي ببعث لكم إياهم، مو مشكلة. بس خليني أتأكد تقنياً على هذا الإشي. تمام؟ أوكي شكرا. أوكي أهلا لين. مس هلأ نحن ممكن بدنا ناخد امتحان أسطوانة؟ إيه خلص، لا ما رح ناخد، ما في وقت لأنه كان يدوب أختم. تمام. جوان ضل بدك إشي؟ شكرا شكرا أنا نسيت. طيب هلأ أنا رح أجاوب سلمى على السؤال، فاللي بده يضل يضل واللي بده يطلع بيقدر يطلع. ويعطيكم العافية تاني. إيش يا سلمى؟ مش فهمتين السؤال